للمزيد من النقاش الاقتصادي تنضم إلينا هاتفيا الآن مشاهدينا الأستاذة سالي عاشور الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أستاذة سالي تحياتي لحضرتك في البداية، وإذا يعني استعرضنا إشادات المنظمات الاقتصادية العالمية بالخطوات العاجلة التي تتخذها مصر دائما في الجانب الاقتصادي خاصة خلال الأزمات الدولية كما حدث في جائحة كورونا وكما يحدث الآن في الأزمة الأوكرانية الروسية، كيف من الممكن أن تساهم كل هذه التكاتفات والتعاون ما بين الوزارات والمؤسسات في مصر تحديدا من تقليل المخاطر الاقتصادية المتوقعة بشكل دولي على مصر أيضا؟ تحياتي لحضرتك في البداية. الحقيقة المنظمات الدولية يعني البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تم في سنة 2016 كان محل إشادة كبير من جانب المؤسسات الدولية، وكان طبعا صندوق النقد الدولي ومنظمة زي فيتش وبلومبرج والعديد من المنظمات الدولية اللي أشادت بالقرارات السابقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي ادانا المرونه الكافيه ان احنا نتحرك فيها في مواجهه الكورونا. وكانت القرارات في وقتها خفض اسعار الفايده في وقتها واعانات البطاله والسياسات اللي اتخذت في وقتها كانت ليها اثر ايجابي ان احنا كنا من افضل الدول اداء وحققنا معدلات نمو ايجابيه بالمقارنه بالدول العالم اللي حققت معدلات نمو سلبيه. والحقيقه اللي ده اللي خلانا ان احنا نستمر. والازمه حاليا هي أزمة بيتعرض ليها العالم كله، مش بس مصر، لا ده العالم كله. يعني معدلات التضخم المرتفعة، سلاسل الإمداد والتوريد المتعطلة في رفعة أسعار السلع، وكمان أسعار السلع الغذائية اللي ارتفعت بدرجة كبيرة، وده كمان الأزمة الحالية الأوكرانية اتسببت كمان في زيادة حدة التوترات وارتفاع الأسعار. وده اللي خلى المركزي مثلا الأمريكي الفيدرالي الأمريكي ان هو يرفع أسعار الفايدة في الفترة الأخيرة في اليومين الأخرانيين. ومش بس الفيدرالي الامريكي، ده كمان تبعه العديد من البنوك المركزيه زي بنوك الخليج مثلا ان هي رفعت اسعار الفايده. والحقيقه ان ده يعني بيتزامن مع اشادات كبيره للمنظمات الدوليه ان مصر تقدر تعدي اي ازمه بالقرارات وبالجهود الحكوميه الحاليه اللي بتتخذ. صحيح، وهي دي الاجراءات يا يعني استاذه سالي اللي دائما ما تتخذ عند وجود ازمه، هي اجراءات اقتصاديه معروفه ليست جديده. يعني مؤسسه جولدمان ساكس اشادت بما اتخذ من قرارات من قبل المركزي المصري. يعني برنامج الاصلاح الاقتصادي أصبح من المرونة بمكان بحيث أنه بيستوعب الأزمات التي تجد يمكن على المجتمع الدولي. يعني بدينا بأزمة كورونا ووصلنا إلى هذه الأزمة الخاصة بأوكرانيا. دائما ما أصبح هناك تنبؤ في الاقتصاد المصري بما سوف يحدث وبالتالي الإجراءات التي سوف نتخذها، وهذا ما حدث لثاني مرة. بالظبط، وده فعلا اللي حدث الفترة الأخيرة إن احنا بقينا استباقيين للأزمات، إن الأزمات ما بتوصلش، إن احنا بنقينا في إنذار مبكر للأزمة بنتصدى ليها بعدد من الإجراءات السريعة. كمان في توافر مثلا السلع فما بيحصلش أزمات بشكل كبير ولا توابير زي اللي كنا بنشوفها قبل كده. فيعني في تكاتف، في يعني إجراءات متكاملة بتكمل بعضها، إجراءات اقتصادية مع إجراءات كمان اجتماعية وسياسية، فالإجراءات كلها بتكمل بعضها وبتدينا في الآخر صورة جيدة للاقتصاد المصري قدام المؤسسات الدولية والمستثمرين كمان الأجانب، اللي هو برضو شهد زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة إن في تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي. يعني ده ما كناش بنشوفها قبل كده، دلوقتي لا، في اتجاهات كبيرة، في إنشاء تعاقدات، في مصانع جديدة بتتنشئ في الإطار ده. أستاذة سالي، كما أشرتي أن هذه الأزمة تؤثر على معظم دول العالم بشكل سلبي في غلاء الأسعار، مع التواصل مع مراسلي إكسترا نيوز في الكثير من المناطق الدولية يعني خارج مصر، ربما الحكومات الغربية تدعو دائما الشعب هناك أيا كانت الدولة سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو كذلك أيضا روسيا وأوكرانيا أصحاب الأزمات، بأن يدعو المواطنين دائما للتعايش مع هذه الأزمة، ولكن دائما مصر يعني تفكر في المواطن خاصة في هذا التوقيت تحديدا مع قدوم شهر رمضان الكريم. إذن يعني ما الفرق
الفرق في التجربة التي تقدمها مصر دائما في ظل هذه الأزمات الدولية؟ الحقيقة لفكرة البرنامج الاجتماعي، فكرة التضامن الاجتماعي، فكرة مبادرة كلنا واحد، يعني دايما الريس بيبقى سباق في رعاية الأسر الأولى بالرعاية، رعاية ذوي الاحتياجات. فمثلا مبادرة كلنا واحد، فكرة توريد القمح في أوقات بالأسعار التنافسية العالمية، كمان علشان حفاظ على دخل الفلاح، وان هو كمان شهادات الاستثمار اللي طرحت مؤخرا، يعني برضو ان هي كانت اجراء احترازي او اجراء زي ما نقول ان هو علشان ما يقلش الادخارات بتاعه الافراد، فطرحت من خلال البنوك الوطنيه طرحت شهادات الاستثمار. يعني دايما المواطن في المقدمه، ما بيبقاش يعني ما بيتركش للخلف، دايما المواطن في المقدمه، والاجراءات اللي بتتخذ مراعاه للمواطن. الحقيقة يعني هذه نقطة هامة للغاية أستاذة سالي، يعني إذا تحدثنا عن رفع الفائدة التي حدثت من قبل المركزي، هو يدرك تماما أنه التضخم العالمي بيزيد نتيجة هذه الأزمة الأوكرانية، ولذا رفع الفائدة، لأنه طبعا هناك مودعين مصريين كثر للغاية في البنوك المصرية يعتمدون على هذه الفائدة التي تنتج عن الشهادات، ريع الشهادات يعني. فهذا هو إجراء أيضا في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى. ده حقيقي فعلا، لتعويض التضخم يعني. لتعويض التضخم بتحقيق دخول شهرية يعني من المدخرات المصريين يعني كبيرة في البنوك المصرية. صحيح. فده برضو بيحقق ليهم دخل وبيحقق ليهم عائد، يعني ممكن يتغلب على الموجة التضخمية الحالية. طيب دكتورة سالي، إذا تحدثنا أيضا على السلوك الاستهلاكي والشرائي لدى المواطن المصري، هل هناك بعض النصائح الاقتصادية التي توجهيها له تحديدا حتى يتفادى أي يعني تأثيرات سلبية تحدث في هذا التوقيت؟ الحقيقة المواطن برضو عليه دور، يعني هو الفكرة أن الارتفاع الأسعار هو أمر عالمي بالفعل، ولكن يعني الاقتصاد في الشراء وأن المواطن يكون رشيد في استخداماته هو أمر مهم. هذا الدور ده لنفسه ولكن ليس للدولة، يعني هذا الأمر يجب أن يكون توضيح له، يعني تحديدا حتى يكون مواكب لما يحدث في العالم، لأن البعض ربما يكون معتاد على مستوى معيشي معين لا يستطيع أن يتحرك من خلاله، فهل هناك بعض النصائح لذلك؟ اللجوء يعني للبدائل المتاحة وعدم التكالب على السلع بشكل ما، لأن ده بيؤدي لارتفاع أسعارها. يعني احنا عارفين دايما أن النظرية الاقتصادية المعروفة كل ما بيزيد الطلب كل ما بيزيد السعر، لكن التكالب بلا داعي واللجوء لبدائل متاحة للسلع ده هيؤدي لأن احنا كلنا معدي الأزمة. وصلت الفكرة. أستاذة سالي عاشور، الباحثة في المركز المصري للدراسات الفكرية والاستراتيجية، بشكرك شكرا جزيلا.